بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تعرفنا في الجزء السابق على الأنواع المختلفة من الرافت فاونديشنز، هنتكلم النهاردة عن الجزء الثالث اللي هي إزاي نصمم الرافت فاونديشن أو طرق تصميم الرافت فاونديشن. ده موجود في شابتر 7 اللي هي الرافت فاونديشن من كورس الفاونديشنز انجينيرينج 1. عشان نصمم الرافت فاونديشن او المات فاونديشنز عندنا في 5 طرق. في الكونفنشنال ميثودز او الطريقه التقليديه، كونفنشنال يعني تقليديه، ودي اللي احنا هندرسها في هذا الكورس. وفي الابروكسيميت فليكسيبل ميثودز او الطريقه التقريبيه، دي مش داخله في دراستنا، ولا الفلات سلاب ميثودز او طريقه الفلات سلاب او البلاطه المسطحه، او الريبد رافت ميثودز او طريقه الريبد رافت ميثود برضك، مع الفاينايت ديفرنس اند فاينايت اليمنت ميثودز، ان انت تبتدي تستخدم البرامج بتاعه الكمبيوتر، ودي اللي موجوده دلوقتي على نطاق واسع جدا. ممكن تستخدم الساب وممكن تستخدم الاستاد او اي برنامج من البرامج بتاعه الاستراكشر عشان تحل الرافت فاونديشن، وبعد ما تحلها تبتدي تصممها عادي. دولت مش معانا في الكورس دوت. بنقول this course covers only the basic concepts of first design methods اللي هي الconventional methods، ودي اللي هناخدها ان شاء الله في الاجزاء القادمة بالترتيب. شكرا.